الميليشيا الحوثية الآن وخصوصا في محافظة صعدة وعمران هي تعتبر أهم منطقة لإطلاق الصواريخ البالستية وأيضا الطائرات بدون طيار كما يعلن عنها التحالف. ميناء الحديدة لا يزال هو نقطة وصول الأسلحة النوعية التي تقوم بها إيران لتهريبها للميليشيات الحوثية. تحويل هذه الأسلحة من الحديدة إلى ذمار ثم يتم نقلها إلى الأماكن أو الحاضنة للميليشيات الحوثية وأماكن تواجد الميليشيا الحوثية وخصوصا في صعدة وعمران وأيضا في العاصمة صنعاء.